يعني يوم عيد الأضحى المبارك هو يوم عظيم في الإسلام أكيد، وبعض العلماء عده أفضل أيام الدنيا كلها هو ويوم عرفة، لنتعرف على الفضائل وبعض فضائل عيد الأضحى، لنحكي أكثر عن تجسيد معاني هذا العيد العظيم في الإسلام. بسرنا أن نرحب بضيفنا السيد أحمد سامر القباني، عضو المجلس الفقهي العلمي في وزارة الأوقاف ونائب المشرف على مجمع الفتح الإسلامي. صباح الخير وكل عام وأنت بألف خير. صباح النور ولكم وللإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات، إن شاء الله كل عام وأنتم بخير والوطن وقائد الوطن بخير. أمين وأنت بخير أهلا يا رب وسهلا وبلدنا ومرحبا. بخير. خلينا نبدأ والحديث طبعا عن فضائل عيد الأضحى. لكل عيد ولكل مناسبة دائما ما يميزها وما يعطيها الكثير من الروحانية ومن القيم الجميلة اللي دائما بنحاول مهما تغير الزمان إنه نحن نحييها وننقلها للأجيال اللي بعدنا لحتى نكبر على هي القيم الفضيلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وعلى جميع أنبياء ورسل الله. عليه الصلاة بداية، والسلام. يعني هذا الدين العظيم هو جزء من منظومة تشريعية إلهية وهي الشرائع السماوية، ودائما في ناس بيعطوا نظرة خاطئة عن هالدين وعن الشرائع السماوية بسلوكهم أحيانا بالأفكار اللي بيبسوها أحيانا. لحنا من ثقافة ديننا العظيم هي ثقافة الفرح، نعم. وبالقرآن الكريم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فإذا لحنا عنا ثقافة اسمها ثقافة الفرح بديننا، والعيد هو وجد حتى يعود بالخير على الناس وحتى يكون هناك هذه الثقافة تتجسد بأجمل معانيها. الرسول صلى الله عليه وسلم كل صباح وكل مساء كان يستعيذ بالله فيقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، فلا بده حزن ولا بده هم، عم يستعيذ بالله منه. فهذه الثقافة الرسول صلى الله عليه وسلم كان دائم البشر دائم البسمة، كان يمزح عليه الصلاة والسلام ولا يقول إلا حقا، مازح العجوز فقال لها لا تدخل الجنة عجوز، فحزنت قالت تدخلين شابة، ما حدا بيدخل عجوز على الجنة، ترجعي صبية وتفوتي على الجنة صبية. وكان رسول الله يضحك ويمازح الصحابة الكرام. هذه ثقافة، ثقافة الفرح هي جزء من العيد، العيد كلياتنا بنفرح. ودائما العيد بنلاحظه انه بيجي عقب عبادة، يعني عيد الفطر السعيد يأتي عقب عبادة الصيام، وعيد الأضحى يأتي عقب شعائر الحج. صحيح. وبالنسبة لنا لحنا هلأ ما لنا عم نحج، بس يوم عرفة يلي تفضلتوا اللي قال فيه صلى الله عليه وسلم أفضل يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة. صحيح. كنا صايمين يوم الوقفة، معظم الناس صايمين، ويوم العاشر كان في عنا بداية عيد الأضحى. طبعا كل عيد بيستمد التسمية تبعه من العبادة، عيد الفطر لأنه مكون صايمين وأفطرنا، وعيد الأضحى نسبة إلى الأضحية. وهلا انا كنت عم اسمع عن ريبورتاج عن موضوع الذبيح اسماعيل عليه السلام، نعم. وكيف سيدنا ابراهيم كان بده يذبحه وربنا عز وجل قال قد صدقت الرؤيا ان كذلك نجزي المحسنين، وقال بعد ذلك وفديناه بذبح عظيم. موضوع تقريب الاضاحي والقرابين قديم جدا قدم الانسان، نعم. سيدتي يعني نحن في عنا آية بالقرآن الكريم بسورة المائدة واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، كان قابيل وهابيل يلي هن أبناء سيدنا آدم وحواء بأولى البشرية، نعم. فهذا موجود قدم البشرية موضوع القرابين. والأمر الثاني أنه موجود في كل الشرائع السماوية. صحيح. مثل الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فالصيام بكل الشرائع السماوية. وكذلك القرابين موجود، إذا فتحنا الكتاب المقدس رح نلاقي بالعهد القديم موجود ذكر القرابين، وبالعهد الجديد ذكر القرابين والذبائح، حتى في عنا شيء مقدس اسمه المذبح اللي هن بيقربوا عليه القرابين. وبالنسبة كمان بدين الإسلام في شيء عنا اسمه الأضحية.
طبعا الأضحية وجدت من أجل إعانة الفقراء. الفقير هو إنسان لا يأكل اللحم في كل وقت، وذلك لغلاء اللحم. هذا ليس من هذا الزمان، بس من الزمان صحيح. السابق صحيح. وكانت العرب عندها عادة، وهلأ بتناسب موضوع بصراحة يعني عدم وجود الكهرباء بكثير من الأماكن، يعملوا اللحم قديد. صح. يسموه اللحم القديد. فهن يتمونوا اللحم لما يكون عندهم في أضاحي، أكيد ما حياكلوا كل اللحم الموجود، فكانوا يتمونوه. الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فجعل وهو يكلم رسول الله ترتعد فرائسه. طبعا فرائسه هو العرق الموجود عند الرقبة، بعض الناس فكروا هن ركبوا يعني لا. لا، هو عرق موجود يرتجف ترتجف منه الرقبة عندما يكون الإنسان مرتبك. فجعل ترتعد فرائسه، فقال له هون عليك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. القديد هو بيأكل فقراء الناس في ذلك الوقت، هو نعم. اللحم بيعملوه شرحات رقيقة جدا، بيحطوا ملح عليه كثيف وبيشروه بالشمس، وبعدين بتجفف، وإمتى ما بدهم يأكلوا بيحطوه بالماء وبيرجع لطبيعته. لكن الإنسان الغني ما في حاجة للقديد، بيذبح كل يوم دغري. اللي عنده 20,000 راس، إذا كل يوم ذبح خروف السنة كلها 365 خروف. صحيح. فهذا الموضوع وجد من أجل إعانة الفقراء من الناس، وهي الحقيقة أنه هذه القرابين إراقة الدماء فيها تقرب من الله سبحانه وتعالى. فنسب عيد الأضحى إلى هذه، لأنه نحن نتذكر الفداء، أنه سيدنا إبراهيم فدى ابنه إسماعيل بذبح عظيم. ونحن دائما منقول نحن بهالوطن تحية لشهدائنا الأبرار، لأهاليهم، لأسر الشهداء، لأنه حقيقة نحن ما لنا قاعدين هالقعدة هلأ بهالمكان الحلو. صحيح. وعم نعمل هالصباح الحلو. صحيح. إلا بهالدماء يلي ضحت. صحيح. من أجل نحن نعيش بسلام وبأمان. نعم. والله يشفي الجرحى، جرحى الجيش العربي السوري وجميع المؤمنين إن شاء الله، ويكون العيد هيك جميل عليهم جميعا. آمين. إن شاء الله. آمين يا رب. سيد أحمد، يمكن ذكرت نقاط جدا مهمة، ومنا الفداء، وهو سر عظيم أيضا في الكتاب المقدس. هم نشوف قديش التعاليم واحدة، ديننا دين سلام أكيد، ودين الإسلام هو دين سلام. يعني نحن وقت بدنا نعطي لأي حدا أضحية فنحن عم نعطيها من قلبنا، فهون النية بتلعب دور. خلينا نقول وقتنا نفدي أي شيء نحن مشان غيرنا يأكل، أو مشان نقدم لغيرنا فداء عن آثام وأخطاء بترتكبها البشر. يعني نحن وقتنا نضحي بشيء أو نفدي دم بشيء، نتيجة كمان نحن بشر خطائين، فنحن أحيانا يمكن نتقرب من الله من خلال مساعدة الآخرين مع غلاء خلينا نقول الأسعار. أيوة. ومثل ما بنعرف الأضحية وصلت سعرها غالي كتير يعني. نعم. ولكن شفنا عالم ضحت بقدر ما هي بتقدر، يعني إذا مو خروف فهي ذبحوا فروج يعني. فنحكي شوي إنه قديش نحن مجرد ما إنه نعطي الفقير، مو ضروري نعطيه شيء كتير، نعطيه حسب قدرتنا، فهو كمان عطاء. الرسول صلى الله عليه وسلم وفد عليه في المدينة المنورة قوم وكانوا فقراء جدا. وكان معلومك الأضحية لما الإنسان بيذبحها تقسم ثلاثة أقسام. تمام. قسم يحتفظ به الإنسان له، والثلث يعني، والثلث الآخر يهديه لأهله وأقاربه، مو شرط يكونوا فقراء، والثلث الثالث بيتصدق فيه على الناس الفقراء. نعم. فقدم إلى المدينة المنورة قوم وكان عندهم عوز وحاجة شديدة، قبيلة كاملة. فالرسول صلى الله عليه وسلم وافق ذلك عيد الأضحى، فنهاهم الرسول عن ادخار اللحوم. نعم. لأجل الدافة، لأجل الدافة يعني الناس الذين وفدوا إليهم، أنتوا بتضحوا بتعطوا الفقراء، تدخلوا لحوم هاي السنة ما في. تمام. والحقيقة إحنا اليوم شفنا كثير ناس لما ضحت، في ناس منهم ما حطوا لأنفسهم شيء من الأضحية، وزعوا الأضاحي كلياتها، قسموها ووزعوها على أكبر شريحة. يحلل يأكلوا من الأضحية. طبعاً التلت بإمكانه يأكل منها التلت. تلت فقط. إيه نعم. ويهدي الثلث. هو لو أكلها كلها ما في مشكلة، لأنه المقصود إراقة الدم. بس إحنا ما ممكن حصلنا مقاصد التشريع. نعم. إحنا منشوف من تركيز السيد الرئيس بعدة خطابات له على ربط المقاصد، ربط الشعائر الدينية بالمقاصد. نعم. وموضوع الذبح هو موضوع شعائر دينية. قال ربنا عز وجل بالأضاحي وبالهدي، قال ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم.
وقال بعد آيتين: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. فهي شعيرة من شعائر الدين، لكن بدنا نربطها لحنا بالمقاصد، فبدنا نعرف نتذكر أنه هي كانت فداء، ونتذكر تضحيات شهدائنا، بدنا نربطها بالمقاصد، إعانة الفقير والتصدق على الفقير. ولحنا ديننا كتير كتير حلو عظيم جدا، وكل الشرائع السماوية جميلة لأنه جاي من عند إله عظيم، لأنه جاي من شان سعادة البشر. والحقيقة لحنا بنعرف أنه لا إكراه في الدين، يعني إنسان حطيناه بساحة في قدامك عدة مفارق، فأي مفرق بدك تفوت فوت، لكن لما أنت بتدخل بمفرق هذا في له تعاليم، فهون حاطين أنه السرعة 60 بدك تمشي 60، صح. هون في إشارة ضوئية بدك توقف عليها وبدك توقف عليها، صحيح. فمنلاقي هاي منسميها لحنا الشعائر الدينية. هالشعائر الدينية لحنا عم نقوم فيها بناء على أنها سوف تؤدي إلى سعادة الناس وإسعاد الإنسانية، نعم. كلها منلاحظ: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فضلتي قلتي كل الشرائع الدينية واحدة، طالما الهدي موجود والأضاحي موجودة بكل الأديان. منلاحظ محور الشرائع السماوية ومحور هذا الدين: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فديننا دين الأخلاق. إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فيسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. فهذا الدين دين اليسر، دين البشارة. نلاحظ: إن الله لم يبعثني معنتا، يقول عليه الصلاة والسلام، ولا متعنتا. لا أنا في نفسي متشدد ولا أحب التشديد على الآخرين، وإنما بعثني هاديا ومعلما. فديننا دين العلم ودين الهداية. وأول كلمة نزلت في ديننا: اقرأ. اقرأ, اقرأ باسم ربك الذي خلق. لاحظي مرتين علم ذكرت: علم الإنسان ما لم يعلم، اقرأ مرتين. يذكر القلم في أول الآيات نزولا، قديش القلم مهم معناته. فإذا هذا هو ديننا، نعم. رحمة وأخلاق وحب وعلم. وبالتالي لحنا لما منلاقي الأضحية هي جزء من تعاليم هذا الدين، أكيد في له مقصد عظيم هو إعانة الفقراء. ومثل ما تفضلت كثير من الناس رغم الغلاء الأضحية وصل حق ل 700 ألف ليرة سورية وأكثر. دبحوا وأكثر كمان، دبحوا ووزعوا على الفقراء، وكانت الناس كثير مسرورة. الحمد لله. أكيد، وهذا يمكن الغاية اليوم. نحن ما بس عم نحكي عن عيد الأضحى، وعم نحكي عن رمزية طبعا الأضحية عبر التاريخ حتى اليوم. نحن اليوم عم نحكي هيك معك بكلام مبسط، مثل ما أنت بسطت كل شيء لكل يلي عم بيتابعنا، قديش في قيمة كبيرة مضافة للإنسان لما بحس. وهذا العيد هو عيد فرح، دائما بيقولوا بالأيام الأولى من عيد الأضحى فرحوا، فهذا العيد هو عيد فرح للإنسان، عيد فرح للمؤمن. إن شاء الله يا رب يعيد على بلدنا، آمين. هاي الأيام كلياتها بالفرح. هون بدي أربط بين حديثك بختام اللي قلته، اللي هو العلم والقراءة والكلمة. واليوم نحن عم نحيي مناسبة، وبيسرنا أنك تشاركنا بشيء معين فيها. اليوم نحيي عيد التلفزيون السوري، نعم. الكلمة بدأت اليوم. قد ايه مهم الإنسان يكون أيضا ناشر للخير بأي شيء عم بيقدمه. رح أعطيكي بس قديش الكلمة إلها يعني وقع في النفس. أداة الإعلام الوحيدة في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم كانت هي الشعر. فكان الأعشى ابن ميمون مشهور الشاعر، كان نظم قصيدة بيمدح فيها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء إلى مكة، وكان ببداية الدعوة الإسلامية. عبدت أصنام، عبدت أوسان، يعني أحدهم يصنع صنما من تمر إذا جاع أكله، يعني شو هالإله اللي أنت عم تعبده من تمر؟ يعني سيدنا النبي إجا ليخرجوا من الظلمات إلى النور، صحيح. إلى عبادة الله، إلى العلم بعد الجهل. فعامل قصيدة وجاي، فسمع أبو سفيان أنه عامل قصيدة الأعشى ابن ميمون، فذهب إليه قال: ما تريد؟ قال: أريد محمدا. قال: ولما؟ قال: أعددت قصيدة لأمدحه. قال: والله، يعني يقول أبو سفيان من معه: والله لئن مدحه لتسلمن جزيرة العرب كلها. كل الناس بتأسلم، أنه قديش له تأثير هو، تماما. فأعطاه 100 من الإبل، قال: ارجع إلى قومك. رضيت؟ قال: رضيت. فما التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم، أخذ 100 ناقة وبطل ومشي. هالشغلة، يعني تصوري، قال له بتسلم كل جزيرة العرب إذا بتسمع قصيدة الأعشى عم يمدح سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فالكلمة أكيد في إلها وقع في النفوس، صحيح. ولحنا الموضوع الإعلام اليوم، كل العالم اليوم هو عبارة عن إعلام،
إن كان مواقع التواصل الاجتماعي، سوشيال ميديا، القنوات الفضائية والأقمار الصناعية. اليوم أنتم عملكم هام جداً لكل الأمة. عملنا هام من شان وطننا، من شان بلدنا. الحقيقة نحن أول شيء كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد التلفزيون، والحقيقة أنه التلفزيون السوري نحن بدنا نأكد أنه صاحب رسالة. صحيح، نعم. لذلك نحن كثير بنعتز فيكم، نفتخر فيكم، ونقول إن شاء الله نتمنى لكم الخير والله. شكرا كثير أستاذ أحمد. بالختام يعني وقت نحن قلنا اقرأ معناتها هناك علم ومعرفة. يمكن دائما في تشويه خارجي لصور عديدة في الإسلام، ومثل ما بنعرف الإعلام خلينا نقول المغرض يلي حاول يشوه صورة الإسلام وحلل الذبح والقتل تحت شعار الدين، والدين ينفي نفيا مطلقا هذا الموضوع. شو منوجه نحن من هون من قلب دمشق بعد هذا الحديث الجميل عن معاني الإسلام العظيم، عن يوم عيد الأضحى المبارك؟ ببداية الأزمة السورية كان مئات القنوات الفضائية تحرض، لكن أنا بدي أرجع فيكم بالذاكرة شوي. قبل ما تكون الأزمة السورية تم إنشاء قنوات فضائية، نعم، وأنتم بتعرفوها تمام. يعني إذا مسموح منذكر الجزيرة والعربية، نعم، هدلول كانوا عم يعدوا إعداد، كانوا عم يعدوا قبل 10 سنوات، نعم، وتكون نار طائفية. نحن بنسميها هي نار لأنه طائفية، لكن لما بتكون أطياف فبتكون ورود وبساتين. لكن هن إذكاء نار الطائفية، كل فئة من الطوائف شو معتقدة وشو كذا وشو كذا، وليش هدلول أقلية وليش هدلول أكثرية، بلشوا يذكوا نار الطائفية قبل، عم يهيئوا. والفتنة أشد من القتل. إذا في عنا هذا المنبر اللي هو المنبر الإعلامي، إما أن يكون مثل ما تفضلتي لقتل الناس، ونحن عانينا كثير من هالفضائيات يلي كانت صحيح. بالنسبة إلنا أقوى من أي سلاح تم إعطاؤه للإرهابيين. صحيح. قديش مدون بالمليارات، لكن بالنسبة إلنا كانت تشوه الحقائق. نعم. تتذكري تماما شلون كان يتصور المقاطع طبعا. وترسل للقنوات، شلون كان هذا الموضوع يفبرك. وكان في عنا كتير برامج حلوة اسمها التضليل الإعلامي. نعم. كنتوا تطلعوا بالإخبارية السورية وكنتوا تقولوا للناس إنه هذا الكلام كذب كلياته. فإذا هي رسالة. نعم. لما أنا الإعلامي بيكون عندي صاحب رسالة، بيكون إنسان عم يعبد الله عز وجل وهو عم يشتغل، نعم، ضمن مجاله. نعم. لأنه العادة تنقلب إلى عبادة بالنية. نعم. لكن لما الإنسان بيكون ما هو صاحب رسالة وإنما متخذ الموضوع عبارة عن مهنة، نعم، بصير مثله مثل أي إنسان عم يتخذ أي مهنة أخرى. صح. فتحية للجيش العربي السوري وللتلفزيون العربي السوري لواكب، نعم، الأحداث. ونحن بنتمنى لكم الخير، إن شاء الله كل عام وأنتم بخير، الوطن وقائد الوطن بألف شكرا خير. شكرا لحضرتك، شكرا لمشاركتك لنا بهذا اليوم، وينعاد عليك وعلى عائلة حضرتك بالصحة والعافية. شكرا لك. شكرا.